تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي، رفع فيها خالص التهاني بمناسبة منح جلالة الملك المفدى وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى من قبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. أكد معالي وزير الديوان الملكي أن هذا الوسام يأتي شهادة من الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بحيوية دور مملكة البحرين بقيادة جلالته في تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.